أما بعد لنطيل. في يوم أيام أحد الشباب الذين ابتلاهم الله عز وجل بالعقم لسنوات، ونسأل الله أن يرزق كل عقيم، كان يجلس مع أصحابه فاحتدم الكلام بينه وبين صاحبه، اشتد المزاح، اشتد الكلام، عليت الأصوات، فصاحبه رماله كلمتين بين أصحابه وراح، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال له: أنت عامل حالك زلم علي يا راجل، لو أنت زلم روح خلف، لو أنت زلم روح خلف. رمى هالكلمتين وروح. يقول أحد الناس اللي كانوا جالسين: أول مرة أشوف فلان زي الأولاد الصغار بعيط. كسر إيش؟ خاطره. علمونا مشايخنا أعظم العبادات بعد الفرائض جبر الخواطر، وأعظم المهلكات للأعمال الصالحات كسر الخواطر. الإيذاء النفسي أشد من الإيذاء الجسدي. لما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، امرأة في المدينة صوامة قوامة زاهدة عابدة يسمع أنين بكائها، العلاقة بينها وبين الله اكتملت والكمال لله، لكن في مشكلة عندها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، لم يتردد النبي لحظة واحدة أن يقول فلانة في النار. ما قال لعل صلاتها، لعل صيامها، لعل قرآنها، لعل رمضانها، أبدا قال فلانة في النار. أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ معقول ربنا يحاسبنا على كلماتنا وهمزاتنا ولمزاتنا والمزاح وكسر الخواطر؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب؟ شوف لفظ يكب. زوجتك لما تقول لك روح كب الزبالة الله يكرمك، ذل إهانة. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حتى الشهيد أعظم المنيات الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم كي لا نطيل: يغفر للشهيد كل شيء. قال أهل العلم: حتى الكبائر ما بين الشهيد والرب تغفر من أول قطرة، إلا شغلة واحدة بس، إلا الدين. والناس بيفكروا الدين يا عم الحاج إيش؟ مصاري، وإن كان المال جزء من الدين. أعراض الناس دين، القيل والقال دين، الهمز واللمز والغمز دين، كسر الخواطر دين، تطلع على ظهر فلان ترضي مسؤولك دين. يغفر الرب الكبائر للشهيد، وتنزه ربنا أن يغفر كلمة، كلمة واحدة. رحم الله ابن الجوزي حينما قال: كم أفسد اللسان من أعمال من؟ من أعمال الصالحين. في عندنا مصطلح للأسف طلع جديد بزماننا، كنا نسمع مصطلح الغيبة، لكن طلع الحمد لله رب العالمين مصطلح اسمه الغيبة الإسلامية. بتلاقي الشاب بيحكي عن فلان بالأخير بيقول لك: اللهم لا غيبة، أي تقبل كلامنا. واحد تاني بيتكلم عن فلان بيقول لك من باب الجرح والتعديل. تسأل فلان عن فلان بيقول لك: فلان الله يستر عليه، الله يستر عليه، يعني شلت أمله. تحكي فلان كيف بيقول لك: فلان من زمان شاكك فيه. كم أفسد اللسان من أعمال الصالحين. أقول وبالله التوفيق، أنا عارف الكلام صعب، في رمضان الكل بيظبط علاقته مع ربه وهذا خير، لكن بخربها مع الناس. حذاري ثم حذاري ثم حذاري، وأنا أولكم عشان ما تقولوا شديت. حذاري أن يقف إنسان مظلوم على قبرك بعد رحيلك، شيعوك، دفنوك، انصرفوا عنك، ولم يبقى على قبرك إلا من ظلمته، لم يبقى على قبرك إلا من قذفت عرضه، لم يبقى على قبرك إلا من قطعت رزقه، لم يبقى على قبرك إلا من كتبت به تقرير كيدي، لم يبقى على قبرك إلا كل إنسان اغتبته وبهته. فيقول لك بلسان القلب المكسور: رغم أنك قد رحلت إلى الله قبلي، أشهد الله أنني لن أسامحك. والله ما أنا مسامحك على كل كلمة قلتها في ظهري، والله ما أنا مسامحك على قطع رزقي، والله ما أنا مسامحك على قذفك لعرضي، والله ما أنا مسامحك على تشويه سمعتي، والله ما أنا مسامحك على جعل الناس يضحكون علي ويعد، والله ما أنا مسامحك. إيش أخبار الصلاة؟
رمضان وعرفوا ليلة القدر والقرآن والصيام والقرآن، شو أخبارهم؟ فلان وعلان شو أخبارهم؟ جماعتك إيش أخبارها؟ إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين عمار، الناس شهداء الله في أرضه. فلان في الجنة، قال هو في الجنة. يا رسول الله فلان في النار، قال هو في النار. كما ورد الدين معاملة في الأثر، احفظ لسانك يحفظ قلبك، فإذا ما حفظت قلبك قبلت صلاتك، قبلت عبادتك، شعرت بلذة الدين، بلذة الصيام، بلذة القرآن، لأنه لا يوجد في قلبك إلا الله عز وجل. واعلم كما تدين تدان، وكما أن لك لسان فإن للناس ألسن. وصل اللهم وسلم على رسول الله.